طيب نتكلم بقى جد شويه بعيدا عن الضحك وضربات الجزاء والكلام اللي بيتقال في امبارح ده وعامل حاله كوميديه على السوشيال ميديا. نروح لاخبار تدريب الاهلي. يمكن النهارده الفريق استأنف في تدريباته عقب مباراه الامس مع فاركو واللي اقيمت على استاد برج العرب. خلاص عرفنا النظام البرنامج التدريبي لمارسيل كولر. النهارده كان التدريب صباحا تحت قياده السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه سموحه. مباراه سموحه ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. كان قدامنا على الشاشه شريف عبد الفضيل مدرب فريق 2001 طاهر محمد طاهر. ويمكن طاهر خلاص كمان داخل في البرنامج التاهيلي بتاعه يمكن ماشي فيه بشكل كويس. قدامكم يمكن على الشاشه اهو طاهر بيواصل تدريبات الجري حول الملعب. ودي فقره من ضمن فقرات التاهيل بالنسبه للمرحله الثانيه من البرنامج التاهيلي. بعد كده في فقره ثانيه في الجيم للتخلص من الاصابه اللي تعرض ليها خلال الفتره الاخيره. كابتن شريف كان موجود النهارده ويمكن طبعا كلنا عرفنا ان كان في مباراه وديه تم تصعيد عدد كبير جدا من لاعبي فريق الشباب والناشئين مواليد 2003 ومواليد 2005 عشان يخوضوا مباراه وديه مع الفريق الاول. وطبعا الفريق الاول المجموعه اللي ما شاركتش في مباراه فاركو. المجموعه اللي شاركت في مباراه فاركو النهارده كان في تدريب استشفائي ليها كده. يمكن نزلت الملعب وقفت في محاضره فنيه مع مارسيل كولر. قدامنا هو علي معلول رايح لصاله الجيم وهينزل ارضيه الملعب. يعني في برنامج كده معد من قبل مارسيل كولر بخصوص المرحله اللي جايه. اللعيبه اللي لعبت ماتش امبارح النهارده مرحله استشفاء. اللعيبه اللي ما شاركتش النهارده عندها بالتاكيد مباراه يعني وديه مع مجموعه من لاعبي الناشئين. كلنا عارفين كمان ان طاهر باذن الله يمكن بنتكلم في حوالي اسبوعين او اقل من اسبوعين وهيكون موجود ان شاء الله في المباريات الرسميه خلال الفتره اللي جايه. قدامنا كمان اهو مصطفى شوبير من ضمن اللعيبه اللي كانت ما شاركتش في مباراه امبارح. علي معلول، حمدي فتحي، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يمكن كمان محمد عبد المنعم. ما كانش موجود في مباراه امبارح نتيجه الانذار الثالث لكن برضه كان عنده كدمه خفيفه من المباراه الاخيره ففي برنامج تاهيلي كده ليه خلال الساعات اللي جايه. كولر النهارده عمل محاضره بالفيديو للعيبه وكمان النهارده كان بيرحب بمجموعه اللاعبين الشباب اللي تم تصعيدهم النهارده للفريق الاول. طب بنتكلم في يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد شرقيه، عبد الرحمن رشدان، محمد زعلوك، في طبعا منهم مواليد 2005 وفي 2003. يمكن شرقيه 2003 لكن زعلوك يوسف عبد الرحمن. قدامنا هو محمد زعلوك ده احد الوجوه المنضمه حديثا لقطاع الناشئين مواليد 2005 وبصراحه عامل مباريات جيده في قطاع الناشئين. الحمد لله القطاع يمكن فيه لعيبه جيده تم التدعيم كمان بعدد من اللاعبين بشكل جيد. والنهارده اعتقد فرصه طيبه ان مارسيل كولر وهو بيعمل تدريب لمجموعه اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراه فاركو كانت فرصه ان هو كمان يتفرج على مجموعه اللاعبه الصاعده. كمان محمود كهربا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله يكون في اخبار جيده بالنسبه لكهربا وللنادي الاهلي. ماشي بشكل كويس جدا في التدريبات خلال الفتره الحاليه ومتفائلين خير باذن الله ان كمان يبقى في تدعيمات خلال شهر يناير. وده مش كلامي، ده كلام الكابتن سيد امبارح اتكلم عقب مباراه فاركو. قال اكيد باذن الله في تدعيمات قويه هتتم في شهر يناير تدعيما للصفوف الفريق قبل مباريات افريقيا وقبل المشاركه في كاس العالم للانديه. خدوا بالكم من نقطه مهمه جدا، باب القيد في المسابقات الافريقيه هيبدا من 1 يناير لغايه 31 يناير. يعني بنتكلم بالظبط بعد اقل من اسبوع هيتم فتح باب القيد بالنسبه للصفقات الافريقيه. الاهلي متبقي ليه 6 مقاعد فاكيد هيتم تدعيم خلال الفتره الجايه لهذه الجزئيه. بالاضافه لده عندك كمان كاس العالم للانديه، في لائحه هيتم ارسالها خلال الساعات الجايه هتحدد حاجتين مهمين جدا بالنسبه لقائمه الفريق. اول حاجه القائمه المبدئيه هتسجل كام لاعب في القائمه المبدئيه. ممكن يقول لك في البدايه هتسجل 40 لاعب وبعد كده هيقول لك القائمه النهائيه. القائمه النهائيه معلوماتي مش هتقل عن 28 لاعب. 28 لاعب، وبالتالي في مساحه جيده انك تحط اللعيبه اللي بتشارك في البطوله الافريقيه، في مساحه جيده ان ممكن تستعين بعمار حمدي لو في جاهزيه قبل مباريات كاس العالم للانديه. فبالتالي باذن الله ان شاء الله التدعيمات هتبقى قويه جدا في شهر يناير طبقا لتصريحات الكابتن سيد سواء في بطوله افريقيا اللي هتنطلق ان شاء الله في شهر فبراير بعد كاس العالم للانديه وكمان القائمه اللي هيتم ارسالها للفيفا للمشاركه في مونديال الانديه في المغرب باذن الله خلال الفتره اللي جايه. ده ممكن ده جزء من التدريب الصباحي وان شاء الله باذن الله يكون الفريق جاهز لمباراه سموحه ان شاء الله. طيب اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف ترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره.